السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الثاني المتوسط، أهلا وسهلا بكم في أسئلة نموذج الامتحان الشهر الثاني بعد نصف السنة، الوحدة السادسة لمادة اللغة الإنجليزية. عادة تجينا القطعة البنسين اللي هي read the following passage carefully. Yesterday was very wonderful day. We went to the big shopping street in Baghdad to buy something. After shopping, we were very hungry, so we went to a large restaurant for lunch. يعني البارحة كان يوم ممتع أو رائع. ذهبنا إلى شارع كبير للتسوق في بغداد لشراء بعض الأشياء. بعد الشراء، بعد التسوق يعني، we were very hungry، كنا جائعين. So we went to a large restaurant for lunch. ذهبنا إلى مطعم كبير لتناول الغداء. The waiter can't speak Arabic. النادل أو اللي يجيب الأكل اللي هو الكرسون مش بيه، لا يتكلم اللغة العربية. I was very happy to speak English. أنا جدا سعيد بتكلم الإنجليزية with him and معه and to ask him to bring us the menu. وطلبت منه أن يجيب لنا القائمة الطعام المنيو. I decided to have pizza and large cup of cola. يعني طلبت من عنده بيتزا وقررت أن أطلب منه البيتزا، تناول البيتزا and large cup، يعني كوب كبير من البيبسي من الكولا. The food was very delicious. الطعام كان جدا رائع. In the evening، في الليل، we went back home by our car. رجعنا للبيت في سيارتنا. راح نجاوب السؤال الأول، يقول how was the weather؟ كيف كان الجو؟ was wonderful، كان رائع. was wonderful، it was wonderful. نجي عندنا السؤال هنا، أنا نقدر نكتب it was، لازم نجي على السؤال الثاني، يقول where they go shopping، أين ذهبوا للتسوق؟ نقول they went they went وين راحوا؟ they went to the big shopping، شارع كبير في تلميذ بغداد. هذا بالنسبة لحالها. السؤال نجي هنا، they went to large restaurant for lunch. الجواب true، نعم هم راحوا إلى مطعم كبير لتناول الغداء. What did the speaker have for lunch؟ يعني الرابعة يقول ماذا طلب المتكلم، يقصد اللي هو speaker يعني اللي يتحدث، ايش طلب هو؟ نقول he had for lunch، he had هو ايش طلب؟ he had pizza and large a cup cup. ايش نقول؟ يقول he هاد، نحولها إلى ماضي، هاد هو ايش طلب؟ طلب هاد بيزا and شنو؟ a large
cup of cola for lunch. يقول the food was delicious. الجواب نعم true كان جدا لذيذ. والسؤال هم رجعوا من البيت by car وليس من train. بالسيارة. نجي على السؤال الثاني يقول answer the following question from your textbook. هاي الأسئلة اللي موجودة عندنا في القطعة اللي موجودة بالكتاب. فراس went to be zoologist. يعني فراس يريد يكون عالم أحياء. الجواب true. اللي وراها هالا went to be دكتور. تريد تكون دكتورة. الجواب true. والسؤال يقول what are Francis' preferred school subjects? كان أي موضوع يفضل؟ كان يفضل history, art and geography. History, art and history. Roman art and geography. نجي على السؤال وراه يقول فراسيس هابي از تيكينج فوتو اوف بريدز اند انيمالز. الجواب ترو. كان يحب انه يلتقط الصور للطيور والحيوانات. يقول وات دو يو ناو اباوت فراس بيرسوناليتي. يعني ماذا تعرف عن شخصية فراس؟ يقول he was patient and kind. يعني كان صبور ولطيف. patient and kind. نجي what is Hala interested in. كانت بما مهتمة أو مولعة. كانت بال helping people بمساعدة الناس. helping people. نجي على السؤال grammar and connection. يقول هنا it will rain tomorrow. negative إن فيها makes it sentence by negative. نقول فقط نقول نفسها بس نجيب won't will نسويها won't rain. هاي فقط نسوي هذه ونكمل الجملة أي تغيير عليها ما يصير. يقول سمير leave to Paris next week. write sentences in future. يعني سويها بالمستقبل بس مجرد أجيب will وأخلي مكان قبل leave الفعل أقول will leave. يقول يوسف is going to or going to study. بعض من يشوفون going to من يشوفون نافع المجرد فمباشرة يروح اختياركم على going to. going to لازم اكو. يقول they are going to have a barbecue. اجعلها سؤال make question. فاقول are اقدم are they going to have barbecue. going to have barbecue. حفلة شواء. اللي جمل اللي وراها يقول ام من ما شفنا ام ام تاخذ اصححها تاخذ ام ولا ما تاخذ از فاخذ اختيار لي احبون ام. الجمل اللي وراها يقول دكتور بايلوت بوليس اوفيسر فاير فايتر وفاني. عندنا I help people. I work in hospital. أنا أساعد الناس أعمل في المستشفى. إذن هو دكتور طبيب. نجي على الثانية يقول My job is dangerous. I wear a uniform.
مهنتي خطرة وأنا أرتدي زي رسمي، يعني إيش عندنا إحنا؟ يا أما فايتر، يا أما فاير فايتر يعني اللي هو اللي يسوي يطفي النار، يا أما بوليس أوفيسر. فإحنا دول اثنين هم يعملون يعني بالشغلة هذه. شوف النقطة الثالثة، I wear a uniform، أنا أرتدي زي رسمي. I work outside، وأعمل خارجا. هنا شوفوا العمل الخطر، بما أنه عمل خطر، البوليس أفسر الضابط الشرطة يعتبر نختار الثالث، لأن مو عمل خطر مثل اللي عمل خطر اللي هو فاير فايتر اللي هو يطفي النار، رجل الإطفاء فاير فايتر. اجي على الجملة اللي وراها، يقول I wear a uniform, I work outside، انا اعمل، قلنا نختار بوليس اوفيسر ضابط الشرطة. I don't work in office, I work at the airport، انا لا اعمل في دائرة لكني في مطار. اذا هو شنو؟ بايلوت، الطيار. والفراغ is building where can you keep the money، بناية تحفظ الأموال اللي هو البنك، المصرف أو البنك. نجي هنا عندنا الاختيارات، يقول spelling A match only B hard working، عمل شاق أو عمل جاد. إيش راح نختار بيها؟ thinking you are to learn at school a place to study، مكان للدراسة، or the opposite of lazy. إذا ما عرفتها تحاول إنه تعرف اللي وراها. إحنا إيش عندنا؟ عندنا أول وحدة راح نختار اللي هي راح نختار اللي راح يكون الاختيار عندنا هارد وركينج، هي عكس كسول، يعمل بجد، عكسها كسول، فالاختيار راح يكون بي. وهنا عندنا ثانياً university or college، هنا شوي اكو خطأ، اخطاء المفروض اي بي سي، لكن اكو خطأ. university or college يعني جامعة او كلية، هي مكان للدراسة، فالاختيار راح يكون سي. وهنا subject موضوع، شيء ما تدرسه في المدرسة، راح نختار اي. زين، عندنا التنقيط، اول شيء نكتب الكابيتال لتر مارتش، capital letter اللي هو شهر آذار مارس، and ابريل شهر نيسان ايضا نكتب capital letter ابريل، ار وور مانس، واخلي نقطة لان بدأت فاعل، يعني مو بدأت أداة سؤال او فعل مساعد. What is dad going to be when his when he is older، هاي الستوري تايم. الاختيار اول راح يكون فوتوغرافر، فوتو فوتوغرافر يعني مصور فوتوغرافي. يقول why doesn't Jad get off the ski lift، الجواب راح يكون because when to take photos، because he went to take photo. هنا نخلي because he wants، لازم نجيب he wants to take فوتو. نجي هنا يقول what is Pablo going to win his order ski instructor، ski instructor، هاي الستوري تايم موجود عندكم اعزائي الطلبه بالوحده السادسه، هاي الاسئله اللي مهمه عليها.
Where they are race between the boys on the mountain? Yes, they were. Yes. Yes. They were. Well, what was the blue color root for? To see ML for beginning up. For. البداية. بينما what was the red color root for تشير إلى more difficult إلى أشياء خطرة more difficult يعني الطريق إشارة الطريق اللي root يعني طريق أزرق أكو إشارة زرقاء وإشارة حمراء اللي الإشارة حمراء تشير إلى more difficult difficult الى مخاطر وديشت او مصاعب وديشت تشير الى البدايه. احنا عندنا نكتب عن مهنه تخطط لها رايت اباوت كير بلان الانشاء اللي بنعطيكم اياه الاساتذه تقدرون تعتمدون عليه ولازم تكتب الانشاء نفس الانشاء اللي يعطيك اياه الاستاذ على مود ما ينقصك على درجه. هذا كل ما موجود في الاسئله. اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.